النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة، وكما تعلمون هي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات بتأثير منخفض جوي خماسيني جديد مع ساعات مساء الخميس وليلة الخميس على الجمعة وصباح الجمعة، حيث ترتفع درجات حارة بشكل لافت من جديد وتتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا العام، بعد أن انخفضت الحارة بشكل واضح نهار الأربعاء وسادت أجواء مائلة البرودة. إذن المملكة على موعد مع ارتفاع جديد في درجات الحارة، كذلك الحال ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء نظرا لنشاط الرياح الجنوبية الشرقية ثم الجنوبية الغربية والمحملة والمترافقة بارتفاع بتركيز في الغبار في الأجواء. كذلك الحال هنالك فرصة لهطول زخات أمطار متفرق ليلة الخميس على الجمعة وساعات صباح الجمعة نظرا لترافق هذا المنخفض الجوي الخماسيني بارتفاع في نسب الرطوبة في طبقات الجو البنائية، وبالتالي تشكلات متفرقة لبعض السحب الركامية، لكن تكون طبيعة هذه الأمطار إجمالا هي طبيعة طينية. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم خلو سماء المملكة من أي تواجد للسحب الهامة باستثناء بعض السحب المتفرقة فرقة منخفضة الارتفاع في مناطق عشوائية من المملكة، في حين نلاحظ معكم حزام كبير من السحب المتوسطة والعالية إلى الغرب من الأراضي المصرية يتحرك نحو الشرق تدريجيا خلال ساعات الليلة القادمة وساعات نهار غد الخميس. ننتقل معكم الآن للحديث حول توقعات الأمطار خلال الفترة القادمة. هذه الخرائط هي ناتجة عن محاكاة لدينا هنا في طقس العرب لتوقعات الأمطار خلال الفترة القادمة، محاكاة حاسوبية. نلاحظ معكم مع مرور ساعات نهار يوم الخميس هنالك فرصة لهطول بعض الزخات المتفرقة في مناطق متفرقة من المملكة، تكون خفيفة إلى متوسطة الطابع إجمالا، تكون مترافقة أيضا ببعض الرعد ببعض العواصف الرعدية في مناطق متفرقة من المملكة ليلة الخميس على الجمعة، أيضا تكون طينية الطابع نظرا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. تستمر فرص هذه الأمطار كما تحدثنا من ساعات مساء يوم الخميس مرورا حتى ساعات صباح وما قبل ظهيرة يوم الجمعة، حيث تتراجع فرص هذه الأمطار بعيدا نحو المناطق المجاورة في سوريا في العراق، كذلك الحال الأراضي اللبنانية. ننتقل معكم الآن للحديث حول درجات حارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة كما تبين هذه الخرائط. نلاحظ معكم ارتفاع درجات حارة نهار الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث تدل هذه الألوان الداكنة على ارتفاع درجات حارة عن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت العام قليل. نلاحظ معكم أجواء مائلة للدفء متوقع مع ساعات نهار الخميس، لكن على النقيض نلاحظ معكم وجود لأجواء باردة داخل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا الهواء البارد بهذه الألوان الخضراء الفاتحة والداكنة منها سيتحرك إلى المملكة وسائر المنطقة تدريجيا مع مرور ساعات نهار يوم الجمعة، حيث ينتهي الشق الدافئ من هذا المنخفض الجوي الخماسيني ويبدأ معه الشق البارد أو الأكثر برودة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني بعيد ساعات ظهيرة الجمعة، حيث تعود الحارة إلى الانخفاض كما وترتفع نسب الرطوبة وتتراجع فرص الأمطار الطينية. ننتقل معكم الآن للحديث حول توقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان، توقعات بأجواء باردة من جديد خلال ساعات هذه الليلة، حيث لا نزال في شهر آذار، لا تزال الليالي تتسم بالبرودة مقارنة بالبرودة بشكل عام. نلاحظ معكم وجود بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، أيضا أجواء باردة متوقعة الليلة القادمة مع نسب رطوبة مرتفعة
مرتفعة إجمالا توقعات الأيام الثلاثة القادمة كما تحدثنا، ارتفاع تدريجي وملموس على الحارة نهار الخميس، في حين ترتفع فرص هطول بعض الزخات المطرية الطينية مع ساعات الليل الخميس على الجمعة، قد ترفق بالعواصف الرادية في مناطق متفرقة من المملكة. ساعات نهار الجمعة نقسم النهار إلى قسمين، القسم الأول من النهار هو استمرارية للأجواء المشابهة لليلة الجمعة الخميس على الجمعة عفوا، حيث تكون درجات حارة مرتفعة نوعا ما، هنالك ظهور لبعض السحب على ارتفاعات مختلفة، لا تزال الفرصة مع ساعات الصباح وما قبل الظهيرة متاحة لهطول بعض الأمطار، لكن مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة ويوم السبت يبدأ التأثير للشق البارد التابع لهذا المنخفض الجوي الخماسيني، بحيث تنخفض درجات حارة بشكل واضح وملموس، كما وترتفع نسب الرطوبة في عموم المناطق وتتراجع فرص الأمطار الطينية الطابع فوق أغلب مناطق المملكة. يذكر أن المملكة على موعد في الفترة الممتدة ما بين السبت ونحو الاثنين بكتلة هوائية باردة، لكن هذه الكتلة الهوائية الباردة تترافق بمنخفض جوي يتمركز بعيدا صوب الأراضي التركية، حيث يقتصر التأثير على المملكة على هبوب رياح نشطة باردة، أيضا أجواء باردة بشكل لافت أكثر من المعتاد، لكن فرص الأمطار منخفضة إجمالا وتقتصر على هيئة أمطار متفرقة الطابع لا سيما في المنطقة الشمالية، الحديث هنا في الفترة الممتدة ما بين السبت والاثنين. كان كل ذلك من هنا من طقس العرب من المنزل، إلى اللقاء.